أعلن المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في المدارس الخاصة الإضراب ابتداء من الثلاثاء المقبل في جميع المدارس الخاصة، وذلك عقب إلغاء اجتماع توقيع الاتفاق التربوي لتخلف اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة عن الحضور. نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوظ استنكر رد القانونين المتعلقين بالهيئة التعليمية من مجلس الوزراء، كما أكد أن المهلة الأخيرة لحل أزمة الرواتب التقاعدية للأساتذة هي يوم الاثنين، وإلا فالإضراب المفتوح. بالقانون مش وزراء أقر، يعني كأنه رئيس جمهوري وقع، إذا رئيس جمهوري وقع ما بقى يحق له رئيس جمهوري يستردوا، على الرئيس ميعطي أن ينشر. لهالسبب أنا مبارحة مع بعض الأساتذة المتقاعدين وكلنا مكتب محاماة ببيروت والتنام بدنا نرفع دعوة لمجلس الشورى الدولي على اللي عملته الحكومي والرئيس ميعطي. هذا بالشكل القانوني. من جهة ثانية، التقى وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي مدراء وأساتذة التعليم الرسمي في مدارس البقاع الغربي وراشية، حيث أكد أن وضع الرواتب لا يصطلح ما لم تقر سلسلة جديدة من الرتب والرواتب، واعتبر أن الحل لأزمة الأساتذة المتقاعدين في التعليم الخاص بات قريبا. لا، أنا بحب طمن أنه معنا من هلق للتنين نحن التوقيع على البروتوكول اللي أعددته لجنة كلفناها بهذه المهمة، بما تؤمن مساواة المتقاعد في التعليم الخاص بزميله المتقاعد في التعليم الرسمي. كذلك أمل الوزير الحلبي من نقابة المعلمين في القطاع الخاص أن تتراجع عن قرار الإضراب الذي أعلنته ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل.